السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواتي الموريتانيين، أنا وليد التونسي. أنا اللي عدلت مشكل مع الأخ الموريتاني هذا، هو يعني استفزني كثير وما حبش يعترف لي بالفضة بتاعي البضاعة، وسب لي أمي مريضة كثير، وبابا ميت، سب لي بابا يحرق بابا، قال لي وشنج لي أعصابي، ولكن أنا اللي عدلته ما يتواسأ، أنا اللي عدلته ما يتواسأ، لأنكم الموريتانيين أنتم في دمي هون، سمعتوا؟ وانا اللي عدلته ما يتواسى، وانا غالط على طول الخط، فانا نستسمح منكم ومن الاخوه الموريتانيين كاملين في الحدود هون وخارجها، وان شاء الله تسامحوني. بالنهايه انا اخوكم تونسي، وعندي انا رب عيله، وعندي زوجتي وعندي اولادي، وهذا اللي عدلته انا ما يتواسى، وان شاء الله انا نشوفه ونطلب منه السماح، ومستعد حتى يضربني وما عندي ولا مشكل. مسامح كريم ان شاء الله في هذا الشهر الفضيل، ان شاء الله تسامحونا وتكفونا، وهذا عيب 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 اللي انا سويته، انا عيب وانا معترف بالخطا الفاضح بتاعي، وسامحوني يا اخواتي. كثير من الموريتانيين يعرفوني انا انسان طيب وانسان صبور وانسان نتحمل كل شيء، وان شاء الله تسامحونا في الشهر الفضيل هذا، ولا يشمت فينا حد يا رب. الله يحميكم ويحمي الموريتانيين في حدود في خارج موريتانيا وفي موريتانيا، وربي يحمينا جميعا ان شاء الله، والله غفور رحيم، وان شاء الله تسمحوني اعتذار 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 شديد شديد اللهجه. انا مريض، صرت والله مريض، انا ما نعرف شو سويت.